2021 كانت سنة صعبة على كتير من الناس، وأنا كنت واحد منهم. مريت بتجارب ومواقف كتير جدا صدمتني، مواقف كتير جدا أنا ما أعرفش إيه اللي بيحصل حواليا. فعلا جات عليا فترة من فترات حياتي، أو في 21 خصوصا يعني في آخرها، أنا فعلا بقيت سكران، أنا مش شايف قدامي، أنا مش مصدق اللي بيحصل حواليا. يعني كنت مرة بتفرج على انمي اسمه فينلاند ساجا. الانمي ده عبارة عن 24 حلقة، وفي الحلقة الاخيرة وفي مشهد مدته دقيقتين او 3 دقايق بالظبط، انا فقت، انا حد كده اكنه اداني الم. انا ممكن ما فقتش بنسبة 100%، بس في الم اخدته وابتديت اقول ايه اللي انا كنت بعمله ده، او ليه الدايرة دي انا كنت حاصر نفسي فيها. ملخصا كده تعالى ادخلك معايا في الاحداث، وبعدين اقول لك ايه الدقيقتين دول عبارة عن ايه، وممكن انا وانت نتعلم منهم ايه. تلخيصا، هو الانمي عبارة عن في شخص اسمه ثور وفي شخص تاني اسمه أشكلاد، الاتنين دخلوا في معركة مباشرة مع بعض وتم قتل ثور، والمشهد دوت دار قدام ابن ثور اللي هو اسمه ثورفين اللي هو بطل المسلسل. فهو شايف ابوه بيتقتل قدامه، ولكن بما ان أشكلاد دوت المخرج مطلعه ان هو فعلا شخصية عبقرية، وحتى في حواراته وكلامه ونظراته هو شخصية فعلا عبقرية، شاف في ثورفين اللي هو الولد الصغير ده اللي كان عنده 5 سنين مشاعر الغضب والكره، وفي نفس الوقت شاف في عينيه القوة. فبعدين راح له وقال له بص يا ابني، بص يا حبيبي، يا نور عينيا، انا عارف اللي انت عايز تقتلني دلوقتي، فبص كده تعالى ننجز، انت مش هتعرف، انت دلوقتي عيل صغير ومش هتعرف تعمل معايا حاجة، انت ما عندكش فكرة وما عندكش قوة وما عندكش اي حاجة، فانا هعمل معاك اتفاق، انا هاخدك في الاسطول بتاعي وسط المحاربين بتوعي، هعلمك، هدخلك معارك، هخليك تعرف ازاي تمسك سيف، وفي المقابل هديك فرص زي ما انت عايز وقت ما انت تطلب ان انت تقتلني، ونخش مع بعض معارك مواجهة، ولو قدرت ان انت تحقق فكرتك والانتقام انا ما عنديش اي مشكلة. وفعلا ابتدى التدرج يحصل في المسلسل من الحلقة 1 لحد الحلقة 23، وتبتدي المعارك تدور، ويبتدي الاسطول يدخل معارك كتير، لحد ما ثورفين ابتدى يكبر في السن وملامحه تتغير، بقى من طفل لشاب لراجل، وابتدى يتعلم يمسك السيف، وابتدى يقتل بدم بارد، ووصلت لمرحلة اللي هو فعلا بقى الانتحاري بتاع الاسطول. اي معركة خطيرة او اي مهمة خطيرة كان هو اللي بيدخل ويحققها ويحلها. وبرضو في وسط الاحداث كانت دايما بتيجي التحديات المباشرة مع أشكلاد، بيطلب ثورفين قدام الناس كلها ان هو يدخل معاه معركة قتل وجها لوجه، وفي كل مرة بيطلب التحدي كان كل مرة بيخسر وبيقع على الارض، وكل مرة أشكلاد كان بيقومه من ايده ويقول له انت لسه ضعيف، انت لسه ولا حاجة. وفي وسط الاحداث المخرج العبقري بيبتدي يوصل لك مشاعر ثورفين، الفكرة اللي بيتمحور عليها بتكبر حلقة ورا حلقة، اللي هي الانتقام. الفكرة عنده كل مرة بتكبر، الكره بيكبر، بغض النظر عن الفكرة نفسها اللي هي الانتقام، كلنا مش عايزين ننتقم، بس كلنا عندنا فكرة، كلنا عندنا حلم، كلنا عندنا شخص بنتمحور عليه، هو ده محور الكون بتاعنا اللي بنبتدي بنلف حواليه. المهم بتبتدي الأحداث تدور، وأنا كمشاهد بقتنع وكل شوية عايز الفكرة دي تتحقق، مستنيها تتحقق في لحظة معينة، لحد ما جات الحلقة 24، الحلقة الأخيرة اللي حصل فيها مشهد غير متوقع تماما، ان بيبتدي أشكلاد يدخل في معركة مباشرة مع الملك والحاشية بتاعته، ووصل المشهد ان أشكلاد تم قتله، وتم قتله قدام عيون ثورفين. هنا بقى العبقرية، ازاي المخرج وصل لك ان ثورفين مش مصدق؟ هو انا ازاي طول حياتي شايف قدامي فكرة وعايش عليها وشايفها محور الكون، شايفها قدامي بتموت، وتبتدي المشاهد ان هو يروح ناحية أشكلاد وهو ميت وبيجري عليه وماسكه، والراجل غرقان في دمه وخلاص بيموت وبيودع، وبيقول له انت ازاي تموت، انت مستحيل تموت، انا عمري ما تخيلت ان انت تموت، لان انت حقي، انت بتاعي، انا اللي قتلك. هو مش زعلان ان هو مات في داهية، ولكن هو زعلان ان هو شايف فكرته اللي كان عمال اصلا نايم صاحي قايم واقف بيحلم بيها، انا اللي هطعنه بالسكينة، انا اللي هخليه يموت، انا اللي هخليه غرقان في دمه. بيبتدي أشكلاد يقول له انت بتعمل ايه، وابتدى يسأله سؤال فوقه وفوقني في نفس الوقت، قال له انت بتعمل ايه،
كيف تخطط لعيش حياتك من بعدي يا ثورفين؟ انت ازاي هتعيش من بعدي؟ お前どう生きるつもりだ。これから先俺が死んだからその先どう生きるつもりだ。 ثورفين فثورفين اتصدم، قال ايه؟ ايه السؤال ده؟ هو انا كنت مخطط لحاجة تانية وانا كنت بفكر في حاجة تانية؟ لا، انا كان عندي فكرة واحدة وعندي حلم واحد وعندي شخص واحد واقف جنبه واقف تحته واقف معاه، هو ده وبس في حياتي، من غيره حياتي ولا حاجة. كيف تخطط لعيش حياتك يا ثورفين؟ ابتدى يتصدم. ولو زي ما قلت لك، لو الفكرة صالحة ولو الشخص صالح والناس اللي حواليك اللي هم اختفوا قبل ما يختفوا لو هم ناس كويسة، كان دايما بيدلك على الطريق ويقولك تروح فين. ويبتدي اشكلاد يقوله انت تعمل ايه؟ انت المفروض اللي انت تروح تتخلى عن الفكرة دي، تروح لبلاد بعيدة، تروح لأراضي بعيدة، تبقى ازاي محارب، تبقى محارب بجد. ابتدى يقول له الطريق، لو هي فكرة صالحة هتقول لك الطريق. وفي وسط الكلام ده كله وبعد ما الراجل مات، الناس بتبتدي تبعد ثورفين عنه، ويبتدي المشهد العبقري التالت، بتبعد ثورفين عن اشكلاد اللي هو اوريدي مات خلاص. الفكرة ماتت، الناس مش هترجع، محدش هيرجع لك. الفكرة بتاعتك وقعت، حلمك وقع، الناس اللي كانت حواليك اختفوا مش موجودين. ورغم كده عشان لسه كان ثورفين غبي، ابتدى اللي هو عايز بقى المشهد ده عمال يجري ويروح ناحية اشكلاد، عايز يروح له يا حبيبي ده ميت. وابتدي المشاعر بتاعته وابتدي يصرخ وابتدي يعيط، انا عايز اروح للفكرة يا حبيبي. الناس كلها حواليك بتقولك فوق، الناس بتقولك ان هو مات، انت فين؟ ولسه برضو متمسك بيها. ويبتدي برضو التدرج في العبقرية، كان ماسك السيف بإيده والسكينة، وهي دي تعتبر يعني قبل النهاية. السيف اللي كان ماسكه في إيده ابتدى يقع مع مشاهد الغضب والعياط والبكاء والصراخ، ان هو السيف يقع على الأرض، ويبتدي السيف يتخلى على السيف، يعني عن السيف بإيده. وهي دي فكرة الـ 24 حلقة، التخلي عن الفكرة، التخلي عن الشخص، التخلي عن الحاجات الغير واقعية، التخلي عن محور حياتك، والتخلي عن الحاجة اللي انت مفكرها اهم حاجة مع انها ممكن ما تكونش اهم حاجة. السكينة وقعت من ايده، الانتقام راح. هو ما قالش ما قالوش بطريقة مباشرة خلاص انا لقد تخليت عن الانتقام، لا، السكينة وقعت من ايده، بتبتدي تلف، ويبتدي المشاهد يسترجع المشاهد في دماغه من هو صغير وكبر ودخل معارك وقتل وحاول يقتل اشكلاد، والفكرة وابوه هو بيموت، كل ده عدى من قدامه. وابتدى يفكر هو ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ انا كنت فين؟ ازاي انا بني ادم عندي مخ وعمال اتمحور حوالين حاجة معينة وحاجة واحدة بس؟ وتبتدي السكينة والسيف يقع على الارض، والشاشة تبيض، ما تغمقش، المخرج عبقري، هو ما غمقش الشاشة وما خلاهاش سودة، هو خلاها بيضة. ابتدى يتنقل لمرحلة تانية اللي هي اخر مرحلة في العبقرية، ان فعلا ثورفين بيتخلى عن فكرة الانتقام وفكرة اللي هو كان بيدور حواليها، ابتدى يروح اراضي تانية ويتعرف على ناس جديدة ويخوض مغامرات جديدة. وهي دي المرحلة الاخيرة. اللي اتعلمته من المشهد العبقري ده كان فيه، اللي اتعلمته ان مهما كان ما تتوقعش كتير من الناس اللي حواليك، ما تعلقش شماعات ولا تركب عشم، ولا تقول ان الناس دي هي دي وبس، مهما كانت درجة القرابة، مهما كانت درجة القرابة، ومهما كان القرب الناس اللي حواليك، انت فكرة نفسك، ظهرك هو ظهرك،
لا ابوك ولا امك ولا اخوك ولا حبيبتك ولا مراتك ولا صاحبك ولا جيرانك ولا اي حد. ساعة الجد انت بس اللي هتفيد نفسك، فما تحطش محور الكون حوالين حد، ما تحطش محور الكون حوالين فكرة وحلم. انا عايز اعمل مشروع كذا، انا المشروع ده اللي معايا، لو وقع كيف تخطط لعيش حياتك يا ثرفين؟ هتعيش ازاي يا حبيبي؟ كيف تخطط لعيش حياتك؟ ادي الفكرة راحت وانت وقعت معاها، الفكرة وقعت والشخص راح، انت رحت، انت مش موجود اصلا، لان انت كل دماغك في حتة معينة من غيرها الدنيا سودة. لا، زي ما المخرج عمل كده، من بعدها المفروض اصلا الشاشه تبيض، المفروض اللي انت السكينه تسيبها، المفروض الناس اللي عماله تحوشك وانت عمال تصرخ وتقول لك لا ما تروحش لهناك، وانت لسه يا غبي مصمم اللي انت تروح لهناك، يا ابن الفكره ماتت، الراجل ميت قدامك وغرقان في دمه، هتروح تعمل ايه؟ فكرتك راحت، فما تروحش، حاول تروح للي بعدها، حاول تتدرج، حاول اللي انت تسيب السكينه وحاول توقعها على الارض، حاول تفتكر المشاهد بعينيك، حاول ان انت تروح لارض تانية، وحاول ان انت تخلق افكار تانية واحلام تانية وناس تانية، بس افتكر ان الافكار والاحلام والاشخاص الجديدة اللي هتدخلها في حياتك اوعى تعملها محور الكون، مهما كنت شايف ان هي اعظم واجمل حاجة في الدنيا، لان محور الكون خليه نفسك وبس. معرفش انا اتعلمت حاجه من ده ولا لا، بس فوقني. انا معرفش انا في انهي مرحله فيهم، ممكن ابقى لسه في مرحله اللي انا عماله اصرخ والناس عماله تشد انت رايح فين، لا وانا لا انا عايز اروح، لا انا مصمم، معرفش، بس هي حاجه فوقتني وحبيت اشاركها معاكم. وجات لي كده at the end بتاعه 22 بقى، يعني لسه داخل على 22، فان شاء الله تبقى بدايه جديده لينا كلنا. فكيف تخطط لعيش حياتك يا ثرفين؟ move on وجون وابتدي شوف حاجة جديدة. شكرا، سلام عليكم.